إليف. بنات نيفين، خالتي سهيلة. إليف في حريقة. سهيلة، نيفين، يلا بسرعة، لك قوموا، حريقة، حريقة. إليف، سهيلة، شو بدنا نعمل؟ كل شي احترق هلا، والمصاري كمان احترقت. لا تحكي هيك بنتي، الحمد لله ما حدا تأذى. إليف بابا. شو يلي صاير؟ صارت حريقة وكل شي عنا احترق. ليش منكم بالسكن؟ سكروا لنا اياه، ومشان هيك نمنا بالخيمة، والخيمة احترقت. شو رح نعمل؟ ما فيني أخذك على البيت. لقيت مكان مناسب، بس هنن ما بدهم. انتو لو المسا رديتوا علي ما كان صار يلي صار معنا. حلو، ها طلع في عنده مكان. اللي لي شو هو هذا المكان؟ جمعية بتساعد الطلاب وبتأمن لهم سكن وبتعطيهم منح دراسية وبتقدم وجبات أكل للي وضعهم المادي تعبان. عن جد؟ إذا هيك بجيب مرتي وبنتي لهنيك كمان. الجمعية خاصة بالطلاب. طلعونا من السكن مشان يذلونا، ونحن ما رح نستسلم عمو كمان. ويمكن هن انحرقوا الخيمة حتى نروح من هون على غير مكان. إليف، اوعك تردي على هدول الجدبان، روحي على المكان اللي حكيت عنه. ما رح أترك رفقاتي لحالهم. نحن عطينا كلمة، رح نبقى هون لو شو ما صار يصير. اسمعي، شو نسيتي القتلة بالاستديو؟ لا تخليني أخذك على قلب البناية وانزل فيكي حشك ولبك هلا، فهمتي؟ نحن ما دخلنا فيه. بنتي وين السكن؟ خدي لي بنتي وأمنيها هنيك، والله ييسر الكون. يلا قدامي. أنا ما رح أجي بابا. أنت شو عم تحكي؟ شو ناوية تجننيني يعني؟ قلت لك امشي يلا، قلت لك تروحي بعد هيك بعده بابا بعد امشي بعدي، قلت لك لا تجننيني وامشي معي بقى. وليه بابا؟ مشان الله، لا شو عم تعمل؟ الو سيادة العقيد، ساويت اللي طلبته بس ما مشي الحال. ماشي، أنا بحل هالقصة، رح أتصل بالشرطة. عن جد أغبياء.